بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الأداب الشرعية عن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه قال في تحذير السلف عن أهل البدع، قال: وكان السلف ينهون عن النظر في كتبهم والاستماع إلى كلامهم وعن مجالستهم. فهذا الكلام ابن قدامة رحمه الله تعالى تدل عليه الأدلة، تدل عليه الآثار في نهي السلف رحمهم الله تعالى عن مجالسة أهل البدع وعن النظر في كتبهم وعن الاستماع لكلامهم، لما في ذلك من الخطورة على دين العبد. وذلك لأن أعظم ما يملكه العبد العقيدة، فالعقيدة إذا ذهبت ذهب الدين. ولذلك على المسلم أن يخاف على دينه ويخاف على عقيدته، ولا يعرض عقيدته ودينه إلى شبهات أهل الأهواء، لأن في هذا ضرر عظيم. وقد نهانا الله عز وجل عن الاستماع لأهل الأهواء، قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم فأولئك الذين سمى الله. فإياك إياك يا عبد الله أن تعرض نفسك وتعرض دينك وعقيدتك إلى الاستماع إلى من هب ودب، إلى النظر في كتب أهل الباطل، إلى الدخول إلى مواقعهم، إلى حساباتهم، كما ابتلي به اليوم كثير من الناس. اليوم كثير من الناس وثقوا بأنفسهم ثقة عظيمة، يقول: أنا أفهم وأنا أعلم وأنا عندي عقل، ويدخل على حسابات أهل الباطل، فما يلبث إلا وقد تغير دينه وتغيرت عقيدته. القلوب ضعيفة يا عباد الله. السلف وهم أكمل الخلق بعد الأنبياء والرسل كانوا يخافون على أنفسهم من أن يفتنوا في دينهم، فلا يستمعون لأهل الباطل أبدا. ولذلك عندما قال ابن قدامة هذا الكلام عليه الأثار من كلام السلف رحمهم الله. من ذلك ما جاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى، وهو من أكابر التابعين وعلمائهم، أنه دخل عليه رجلان من أهل الأهواء فقالوا: نقرأ عليك آية، قال: ولا آية. قالوا: نقرأ عليك حديث، قال: ولا حديث. إما تقومان وإلا أقوم، إما تقومان وإلا أنا أقوم. فقام هذان وخرجا، فقال له من حوله: ما عليك لو سمعت منهم آية أو حديث؟ فقال ابن سيرين رحمه الله تعالى، قال: خشيت أن يقرآن آية أو حديث فيحرفانها عن معناها فيقع ذلك في قلبي. ليس الشأن في قراءة آية وحديث، الشأن في التحريف. أهل الباطل ما يأتيك بكل باطله، وإنما لا بد أن يغلف الباطل بشيء من الحق حتى يغتر به. وجاء رجل إلى أيوب السختياني رحمه الله تعالى وقال: اسمع مني كلمة. قال له: ولا نص كلمة. وولى عنه وتركه. وجاء رجل من أهل الأهواء ودخل على ابن طاووس رحمه الله تعالى، فأراد أن يقرأ عليه آية أو حديث أو
شيئا من هذا الكلام، فماذا فعل ابن طاووس؟ أخذ بأصبعيه وأدخلها في أذنيه، وقال لابنه الذي معه: أدخل أصبعيك في أذنيك واشدد عليهما، لا تسمع منه شيئا. فالمسألة يا عباد الله ليست هينة. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله عندما ذكر بعض الأثار في هذا الشأن، قال: وعلى هذا أكثر أئمة السلف، يعني في التحذير من البدع وعدم مجالستهم، قال: لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. القلوب ضعيفة والشبه خطافة، فلذلك المسلم لا يعرض دينه لهذه الفتن، لا يعرض دينه إلى أهل الأهواء. يعني كثير اليوم من الناس يدخل على الحسابات لأهل الأهواء والباطل ويقرأ في شبهاتهم، ثم يأتي يسأل عن هذه الشبهات ويطالب أهل العلم بالرد على هذه الشبهات. لماذا تدخل في الأصل أنت؟ لا تدخل عليهم، عليك بحماية دينك وحماية عقيدتك. إذا أردت أن تستفيد من هذه الوسائل الحديثة فعليك بأهل العلم. الحمد لله أهل العلم متوافرون، وصوتيات وكتب أهل العلم الكبار متوفرة ولله الحمد والمنة. فما الذي جعلك تدخل على هؤلاء؟ من الشبه الخطيرة التي دخلت على الناس اليوم يقول: أخذ الحق وترك الباطل. بالله عليك كيف تعرف الحق من الباطل وانت ما عندك علم؟ كم رجل مرت عليه هذه الشبهة: أخذ الحق وترك الباطل، كيف تفرق أنت أن هذا حق وهذا باطل؟ ما تستطيع التفريق أن هذا حق وهذا باطل إلا إذا كان عندك كفاية من العلم. إذا وصلت مرحلة من العلم تستطيع أن تفرق أن هذا حق وهذا باطل، فلا بأس أن تدخل على أهل الباطل وترد عليهم. لكن ما وصلت إلى هذه المرحلة كيف تفرق؟ فقد يمر عليك هذا الباطل ويمر على قلبك وتظن أنه من الحق وأنت لا تشعر. لذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عن رجل كان يجالس أهل الإلحاد، يقول: أجالسهم من أجل أن نعرف أقوالهم. قال: فما لبث إلا أن صار ملحدا. جلس معهم من أجل أن يعرف أقوالهم فقط، فما لبث إلا أن صار مثلهم، نسأل الله العافية والسلام. فعلى المسلم أن يحمي دينه وأن يحمي عقيدته من شبه أهل الباطل وأهل الضلال، وإذا أراد الانتفاع خاصة في هذه الوسائل الحديثة فعليه بأهل العلم الثقات. الحمد لله كتبهم متوفرة وصوتياتهم متوفرة والخير عندهم كثير والحمد لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الزلل، وأن يحفظ لنا ديننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة ويقبضنا على التوحيد والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.